تمام. هبدأ معاك كابتن هيثم بسؤالي، لأن أنا نفسي يعني شخصيا نفسي أفهم النقطة دي، إزاي وإحنا أطفالنا صغيرين جدا نقدر نحدد ده يروح لأنهي رياضة، خصوصا إن البينج بونج ما هياش رياضة ممكن حد مثلا يستشفها في ابنه أو في بنته، ما بتبقاش باينة يعني زي رياضات أخرى، فخلينا نعرف من حضرتك. هو السؤال حضرتك قلتيه ده سؤال مهم أوي، لأن هو مش بيتكلم كمان على البينج بونج بس، هو فكرة إن ممكن أولياء الأمور بيودوا أولادهم في ألعاب مش مناسبة ليهم خالص. يعني ممكن في جسمه، ممكن في المرونه بتاع جسمه، ممكن في موضوع السن، في حاجات كتير قوي ممكن لعيب بينجح في لعبه ما ينجحش في لعبه تانية. لكن احنا لو بنتكلم بصفه خاصه عن التنس طاوله، يعني هو التنس طاوله لا، هي الموضوع ابسط شويه، احنا بنركز اكتر على عامل السن. كل ما يكون عامل السن صغير وكل ما اللعيب يبتدي صغير، كل ما هو بيبقى عنده استيعاب سهل قوي للعبه، لان هي اللعبه فنياتها صعبه شويه. فاحنا بنفضل دايما السن الصغير، مع طبعا كل ما يكون الجسم فيه مرن شويه وجسم خفيف بيبقى افضل لينا كمدربين تنس طاوله. لكن الاجسام ممكن مع الوقت تتغير، بس طبعا ما ينفعش اجسام كبيره قوي، لكن بيفضل موضوع حجم الجسم برده يبقى خفيف وفيه رشاقه كويسه، في نفس الوقت السن الصغير بيبقى عامل كبير قوي بيساعد اللعيب. 3 سنين 4 يعني بدايه بيبقى افضل من سن 4 سنين، يعني 4 سنين يبتدي يخش الصاله ويشوف اللعبه عشان يطول الترابيزه. هو لا، احنا موضوع الترابيزه ده احنا قبل كده كان عندنا برضو حاله زي كده، وكان لنا هنا جودة وقصينا الترابيزه، يعني ما كانتش مشكله. يعني هو اللعيب لو حب اللعبه وفي السن الصغير ده، لا احنا هنحاول نساعده، يعني ما فيش مشكله. طب فكره ان زي ما كنت بقول في المقدمه كده يا كابتن هيثم، ان البينج بونج منتشر طول عمره في مصر انتشار لافت جدا للنظر، خصوصا طبعا مع ان هو متطلباته مش كتير، مجرد ترابيزه ومضربين وكوره في العمليه ايه على الضيق، لا لازم له مثلا يونيفورم معين ولا لازم تروح تشترك له في نادي معين. مش الظاهره دي في حد ذاتها كانت كفيله ان تخلي مصر من الدول المتقدمه عالميا في الرياضه دي بصفه خاصه؟ وهل ده حاصل ولا مش متحقق؟ هو يعني هو الموضوع ده فيه نص كده ونص كده. يعني هو اولا هو فكره ان هي لعبه الناس كلها بتلعبها، وان هي شعبيه، هي لعبه شعبيه طبعا. ولعبه شعبيه احنا من وجهه نظرنا كاسره تنس طاوله، ممكن يكون في اختلاف اكيد من الناس معانا، احنا شايفين ان هي اللعبه الشعبيه بعد كره القدم. لان معنى كلمه لعبه شعبيه ان الناس كلها تقدر تمارسها، وناس كتيره بتمارسها سواء في الشوارع او في البيوت، في الصالات، في الانديه، حتى في الاوتيلات بتلاقيها موجوده. وفي كتير من البيوت بالمناسبه ممكن تلاقي ترابيزه بينج بونج والافراد الاسره، ترابيزه سفره، حتى لو ترابيزه سفره بيحطوا. يعني فكره حلوه. انا كنت طالع من، يعني احنا عندنا في الصاله بتاعت تنس طاوله في مدينه نصر قصاد صاله الجيم، طالع مره كده من صاله التدريب مخلصين تمرين، والله لقيت 2 كده ولدين ترابيزه عاديه وحاطين مش عارف زي الموبايلات وعاملين يلعبوا. هي لعبه شعبيه، بس هي المشكله ان هي اللعبه الشعبيه عشان تنتشر محتاجه سبونسرز كتير، وفي نفس الوقت برضو لازم تكون المينتاليتي بتاع الناس المسؤولين عن اللعبه مختلف. يعني المشكله كلها ان هو مش مختلف، هو الناس بتبقى راضيه بواقع معين، لكن هي التنس طاوله لعبه شعبيه بعد الكوره. اشرح لنا اكتر كابتن هيثم. يعني بمعنى ان هو انا دلوقتي كمدرب تنس طاوله وانا شايف ان اللعبه دي لعبه شعبيه بعد الكوره، انا ما ينفعش ان انا اكون موافق ان ده يبقى حجم اللعبه في مصر. انا بتكلم على مصر، لان بره مصر في العاب تنس طاوله اللعبه الشعبيه الاولى عندها زي الصين مثلا. يعني هو مش الكوره، شرق اسيا عموما، مش الكوره ده من العالم، ده مش الكوره. ولو رحنا برضو امريكا ما هياش كوره ولا تنس طاوله، لا ممكن بيسبول، ممكن راجبي، ممكن الباسكت بول، هم دول رقم واحد. بس انا بتكلم على مصر، لا هو بعد كره القدم التنس طاوله، لان احنا لو مشينا في الشوارع هنلاقي كده، ما حدش بيلعب. يعني مش قصدي طبعا محترمي لكل الالعاب، بس في الشارع ما بنلاقيش هاند بول، ما بنلاقيش باسكت، ما بنلاقيش، لا بنلاقي دايما الناس بتمارس يا اما كره قدم يا اما تنس طاوله عشان سهولتهم. صعوبه في ايجاد سبونسرز برغم التفاصيل اللي حضرتك بتحكي طبعا عنها. لان هو ما فيش تسويق كويس خالص عشان انت للعبه. الحاجه الثانيه الالعاب الفرديه، يعني حضرتك تقصد الالعاب الفرديه بس ما في العاب فرديه ليها سبونسرز كويس. ما انا عايزه زي السكواش مثلا. طب العطل عندكم جاي منين؟ المشكله فين؟ هي كل اعضاء اللعبه مقصرين، بما فيهم حتى اللي هو يبقى المسؤولين عن اللعبه نفسها. انت لازم تنشر اللعبه بشكل كبير جدا. ثانيا دلوقتي اللعبه بقت منتشره بالفعل يا كابتن، منتشره عند الناس، لكن انت عشان تنشرها تقدر تجيب سبونسرز. في اتحاد للرياضه دي، ما هو بقى انك اعداد اللعيبه انها تلعب. انا عشان اخلي اللعبه تنتشر اكتر لازم اللعيبه تكون اعلاميا منتشره، لازم تكون اللعبه فيها اعداد كبيره جدا انها تلعب، فانا لازم انشر في كل انحاء الجمهوريه في مصر. لازم اسهل الامور اكتر. الادوات طبعا دلوقتي، يعني التنس طاوله بقت لعبه مكلفه مش لعبه رخيصه. يعني هي كان زمان التنس طاوله ممكن ادواتها لعبه اقل شويه، لكن هي دلوقتي بقت قريبه للتنس الارضي. مضرب تنس طاوله بقى بنفس سعر مضرب تنس ارضي، اللي هي بقت الفكره ان التنس طاوله بقت لعبه مكلفه، فبقى طبيعي ان كل الناس لما بتشارك فيها اعدادها تقل. احنا عايزين ننشر الموضوع اكتر، اكتشاف مواهب كمان. ما هو ده بالانتشار، ان احنا نفضل دايما نفضل ندور. في مشروع في الوزاره معموله كويس قوي اللي هو مشروع الوعيدين ده،
عاملين ان هم بيسافروا في كل مكان وبيطلعوا لعيبه وبيعملوا فرق في رياضات مختلفه ولا بس في اعتقد في رياضات مختلفه بس انا بتكلم على التنس طاوله ده اللي انا اعرفه يعني بس. لكن الرياضات مختلفه انا ما اعرفش هم ماشيين ازاي بالظبط لكن في التنس طاوله ده مشروع كبير وشغال هي اللعبه لو فيها سبونسرز كتير وفيها نفس الوقت ان هو الناس تشتغل عليها لا هي طبعا اللعبه الشعبيه يعني بعد الكوره ده من وجهه نظرنا طبعا ممكن تكون الناس مختلفه معانا يعني بس ده من وجهه نظرنا احنا يعني.